السؤال المطروح، كيف يمكن أن تتشكل علاقتنا مع القرآن الكريم؟ الإنسان المسلم لا بد أن يشكل علاقة حميمة وقوية ووثيقة مع كتاب الله. أما كيف تتشكل هذه العلاقة الوثيقة الحميمة مع كتاب الله، فنحتاج إلى مجموعة مكونات وإلى مجموعة عناصر من خلالها تتكامل الصيغة لخلق هذه العلاقة الحميمة مع القرآن الكريم. نحتاج إلى 5 عناصر أساس. العنصر الأول أو المكون الأول التلاوة، 2 التدبر، 3 الانصهار، 4 التمثل، 5 العطاء. في إطلالة سريعة جدا على هذه العناصر، على هذه المكونات. العنصر الأول التلاوة، أن نقرأ القرآن، أن نواظب على قراءة القرآن، وهذا ما أكدت عليه الآيات وأكدت عليه الروايات، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله اعتبر تلاوة القرآن أفضل عبادة أمتي، تلاوة القرآن. والأحاديث والنصوص كثيرة في هذا الجانب. إذن تتشكل العلاقة من القرآن من خلال القراءة في القرآن، من خلال تلاوة آيات الله. ولذلك يجب على المؤمن أن يخصص له جلسة يقرأ فيها كتاب الله. فالتلاوة هي أول مكون، أول عنصر لتشكل العلاقة مع القرآن. العنصر الثاني أو المكون الثاني لتشكل العلاقة مع القرآن التدبر. في نوعين من القراءة، في قراءة صماء جامدة تتعامل مع ألفاظ، تتعامل مع كلمات بعيد عن المضامين، بعيد عن المعاني، وفي قراءة تحاول استكشاف المضامين والأفكار القرآنية، هذا ما نسميه بالتدبر، أن نحاول أن نستنطق النص القرآني، أن لا نبقى متجمدين مع الألفاظ والكلمات، نغوص في محاولة اكتشاف المضامين والدلالات والمعاني، هذا ما نسميه بالتدبر، محاولة استنطاق النص القرآني، محاولة اكتشاف دلالات ومعاني الآيات القرآنية، هذا ما نسميه بالتدبر القرآني. العنصر الثالث الانصهار، لابد أن نعيش ذوبانا، عشقا، انصهارا مع القرآن، رب قارئ للقرآن وربما متأمل ومتدبر لا يعيش درجة من الانصهار. الانصهار هي حالة خشوع، الانصهار هي حالة ذوبان، الانصهار أن يكون القلب منفتحا على القرآن، كما نريد للسان أن ينفتح على القرآن من خلال التلاوة، وكما نريد للعقل أن ينفتح على القرآن من خلال التدبر، لا بد للقلب أن ينفتح على القرآن من خلال الانصهار والذوبان والخشوع وحب القرآن، لأن هذا كلام الله. فعشق القرآن هو فعشق الله يفرض علينا أن نعشق القرآن، أن نذوب في حب القرآن، أن ننصهر مع القرآن. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع من عناصر تشكل العلاقة مع القرآن التمثل. لا يكفي أن أتلو القرآن، ولا يكفي أن أتدبر في القرآن، ولا يكفي أن أعيش انصهارا وذوبانا مع القرآن، لابد أن أحول القرآن إلى مضامين متحركة في حياتي، في أخلاقي، في سلوكي، في علاقاتي، هذا ما نعني بالتمثل. ولذلك جاءت الأحاديث، من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه.
العلاقة مع القرآن تتشكل حقيقة حينما نحول القرآن، مفاهيم القرآن، قيم القرآن، مضامين القرآن، حينما نحولها إلى واقع متحرك في حياتنا، في سلوكنا، في سلوك أسرنا، في الشارع، في كل مواقع حياتنا. هذا هو التمثل. والعنصر الأخير هو العطاء، وهو أن نحول القرآن إلى رسالة في حركة الأمة، في حركة الناس، أن لا يبقى القرآن مختزناً في داخل الفرد، بل يجب أن يتحول إلى المجتمع ليصوغ كل الواقع الاجتماعي والواقع الثقافي والواقع السياسي والواقع الأخلاقي والواقع الاقتصادي. لابد أن يتحرك القرآن ليشكل عطاء فاعلا في كل الواقع الاجتماعي والحياتي للناس.